بيغزل حكاية صبية سورية، جدعة كتير، حلوة كتير، صوتها دافي وقادر انه يغير مزاجنا الصبح، وقادر انه يغير بلون القمر المساء. هالقد صوتها قدر يعمل صدى، وهالقد قدرت تحقق نجاح، ومع انه انتاج الموسيقى بسوريا لازال يعني هيك عم يتدرج على مهله، ومع انه كتير بحاجة المغني السوري ليحارب لحتى يأثبت حاله، بس قدرت تقول حالها بكل مرة غنت فيها او وقفت على المسرح. ليلة سهرتنا من لما التقينا رح تضوي بصوت ليندا بيطار. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، مرحبا مرحبا. هاي ليندا، شكرا لوجودك معنا بالاستوديو لما التقينا. شكرا، انا اللي بتشرف. شكرا كثير. شو الاخبار؟ كل شيء منيح؟ تمام، كل شيء منيح. نبلش سهرتنا انا يلا. يلا تفضلي. صار الكفا والشهرة عين عم تطلع فيي، كيف ما رحت وما جيت بشوفك حوالي. يما يا يما ما ادري وش مالي، رد الباب يما الهوى شمالي. علبا يا علبا يا عالعين يا مال الشام، اهلا وسهلا ليندا، مبسوطة كتير بكل مرة بتكوني معي فيها، بحس في شيء جديد بدي اقوله انا وياكي، لانه ما شاء الله ما عندي خشب قريب شوي. ما بتوقفي مشاريع وما بتتعبي تجربي، وكنت عم اقول بالانترو انه قدي كل مغني سوري او كل موسيقي سوري بيعمل جهد اكسترا 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 عن اي دومين تاني كرمال يقدر بس ياخد فرصة. يعني قصدي بجوز بعدين الحكم على شو بيقدم متروك لهذا، بس هو حتى لحتى ياخد فرصته. يمكن لسه شوي موسيقيين اسهل، لانه ولو انه ما نهل يعني قصدي النافذة اللي المنيحة، بس على الأقل يعني ممكن يكون عندهم تسجيلات قصص. أكيد. بس المغني شو بده يعمل يعني؟ يعني هي صعوبات على الكل، الموسيقيين ومغنيين. المغني بالبداية خلال دراستنا يعني كنا نشتغل تقريبا مثل الموسيقيين، يعني كنت تتواجدي بالكورالات، تتواجدي بس يصير عندك مثلا وصلتي لمرحلة تخرجتي، وصلتي لمرحلة معينة بدك تقدمي حالك كسوليست، هون بصير بقى كتير بدك تنطقي، بصير أصعب من الموسيقيين. الموسيقيين بتابعوا دربهم بالحفلات، بكل الحفلات، بينما المغنيين بده يصير بقى ينتقي حفلاته، ينتقي إطلالاته، ينتقي أغنياته. يعني كيف أنت تضلي محافظة على هاي السوية اللي تخرجتي منها واللي عرفوك الناس خلال دراستك، لحتى تنعرفي إستا بطريقة أكتر وبالطريقة اللي أنت بدك إياها. فصعبة، هي صعبة على الكل، صعبة على الكل، بس يعني عم تعملي الحمد لله، عم تعملي جهدك. ليندا، لما بتشوفي انه اليوم برامج مواهب بيطلع فيها اصوات غير اكاديميين مثلا، اشخاص بجوز يعني موهبتهم شوي بمطرح بجوز انت تقولي اقل من الموهبه اللي عندي، الباور اللي عندهم اقل من اللي عندي، بس مثلا حتى ما بيوصلوا للفينال ومع هيك بينشهروا، لانه عم بيطلعوا ببرامج تسويق فيها كتير عالي المستوى ومشغول على كتير تفاصيل. بتحسي انه هذا احباط اكتر؟ بتحسي انه
يعني هذا أم بتتابعيهم لدول برامج؟ لا أكيد بتابعهم، يعني هذا شيء بالأخير بحبه، أنا بحب أسمع الأصوات دائماً. أو ما بعتبر إنه إذا واحد يعني أحياناً بتلاقي عالم قاعدة بيوتها أصواتها أحسن من اللي عم تدرس، بس بينقصها دراسة. فلا بشوف أحياناً بنبهر بكتير أصوات رائعة بتطلع وخامات كبيرة كتير، بس أنا ماني مع إنه الشهرة المؤقتة، يعني الشهرة المؤقتة بحسها بتنزع على المغني، بتنزع عليه بعد البرنامج، لأنه هو بينترك فجأة، فبصير هو بده يكفي لحاله، هذا الشيء بصير صعب وبيوقع بحيرة إنه هو انشهر هالشهرين ثلاثة وهلأ ما في شيء يعني. فأنا هاي القصة اللي بخاف منها، بحسها انعكاس النفسي على المغني ما نو منيح، مشان هيك ما بفكر ابدا اقدم. استاذة بالمعهد العالي للموسيقى، لو حدا من طلابك شايفتي رايح يقدم معك بتحمسي ام تقولي له لا انت طالب معهد والله بتعرفي انا خصوصي جيل هالايام، يعني بتحسي حالك انه جيل هالايام على اعتبار انه نحن مقطعين الجيل الماضي يعني قصدي الالفينات تمام. تسال حدا انه قديم مولدي 2003، انا لسه ما بستوعب انه 2003 اوكي انه جامعه عرفتي عادي هيك. فاحيانا بيفكروا انه يقدموا هيك، بعطي رايي انا بقول له انه انا علي انه نبهوا انه في إلى مساوئ، بس الشباب بيحبوا صايرين سرعه بهالايام، يعني بعد السوشيال ميديا صاروا كل شيء سريع يحبوا. يعني بحس على دورنا ايام ما كنا ندرس انا خريجه 2007، يعني بدنا نحكي 2002 ل 2007 ما كان في شيء اسمه سوشيال ميديا، يعني انه فيسبوك وهيك. هلا اعتمادهم وعم ينشهروا بسرعه باي فيديو بينزلوه هيك، فصارت القصه سهله عندهم، وصارت يمكن انه بيشوفوا كمان البرامج اسهل لينشهروا اكثر. تزعلي على الطلاب اللي هلا بتقولي انه ما حي يعني سوق العمل ضيق كتير 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 للأسف كتير. مثل مثلا طلاب النقد انا بضل اكلهم كل دفعه عن جد ايه، ونفس الشيء بالغناء طبعا، بس يمكن بالغناء بياخذوا فرصهم اكثر، يعني هن وطلاب كل الوقت عم يشتغلوا وعم بيبينوا هيك، عليه بقى الواحد يعرف كيف يقدم حاله. انا دائما بقول لهم للطلاب انه صوت كتير منيح، وتفكير ما بيتفكر الواحد منيح ما يعني هو بالاخير يعني صوته مثل قلته، اذا في خامه منيحه او صوت منيح وتفكير كثير منيح فهو بيقدر يعمل شيء وبيقدر. فدائما فكروا بكل خطوه بتكون تخطوها. يعني لمع اسمك اكثر من غيرك يلي يمكن درسوا معك بنفس الدفعات او قبل او بعد، انت من القلال كثير اللي يعني اسمهم انعرف وانشهر وصار متداول بين النخبة وبين بين حتى يعني جمهور اللي بيسمع، وهذا قليل ما يصير عنا. ليه؟ لأنه أنت بتفكري كتير صح وذكية كتير، أو لأنه صوتك أحلى صوت، أو لأنه أكتر شيء دعمتي وأخذتي فرص؟ بتعرفي يعني انا ما بفكر ابدا انه ليش، يعني بحس حالي انا تعبت لحتى يعني انا لحتى اخذت قرار اعمل حفله بدار الاوبرا لل2016، انا خريجه هلا عم اقول لك 2007، يعني حسيت حالي انه لازم اكتسب الخبره بكل مراكز ثقافيه بالمدن، يعني اعمل حفلات دائما لحتى وصلت لمرحلة قلت أنا قادرة أوقف على المسرح وقادرة أقدم برنامج. فلا بالعكس بعتبر حالي تعبت لو وصلت، ويعني يمكن حذري أكثر، يعني كثير حذرة بكل قصة بعملها. بشوف لا في كثير أسماء، يعني أنا أسماء تقريبا دفعاتي كلهم أغلبهم أخذين مكاني. يعني انت ما اخذتي اكثر من غيرك فرص؟ لا والله، بس يمكن بقينا يمكن تنتين او ثلاثه ان شاء الله، فانه لا بالعكس. شو اللي يعني بتعديها فرصه حقيقيه اخذتيها؟ هلا شغلي مع استاذ زياد رحباني فرصه حقيقيه، تسجيلي بالبوم السيده فيروز فرصه حقيقيه، غنيتي الاولى اللي عملتها اللي هي ورد بشوفها من احلى الشغلات اللي ساويتها، انه اخذت صدى حلو عند الناس. يعني هيك في شغلات في خطوات بكون انا ناطره رده فعل بس مو هالقد، فبنبسط كثير برده الفعل الاكبر. المغنى مو العزف ببلدنا بجيب مصاري، بيقدر يخلي الفنان يعيش اكيد حياه؟ لا طبعا لا، يعني هو يعني بالاخير وخصوصي المغنى الاكاديمي، يعني
يعني المغنى لأنه واحد أخذ خطه بده يشتغل بهذا المنحة، فحتما لا يعني عرفتي حتما أنه أكيد هو شيء كتير على القد، بس أنه متعة حقيقية يعني. يعني بالأخير نحن ما بنفكر، يعني أنا بدرس بالمعهد ما بفكر قد ايه بتقاضى من التدريس، بس أنا بستمتع وقت أشتغل مع طلابي مع هاي الخامات. هلا يمكن يقولوا لي العالم أو شو إنه هذا اسمه حكي تنظيري، يعني مثل ما بيقولوا. لا صدقا يعني انتمائنا لهذا المكان ومحبتنا لهذا المكان، ويمكن أنا حدا بيتعلق بالذكريات وبيتعلق بالتفاصيل، فصدقا هذا المكان بيعني لي مثل أحلى مكان بالدنيا يعني، فبحس حالي لازم أكون مخلصة له. ليندا نحن عايشين على ستيريوتايب عم يتصدر لنا كل الوقت عبر السوشيال ميديا وعبر الميديا حتى، يعني الإعلام دائما بيصدر مثلا اليوم نجم الغناء صبية مرسومة بالمسطرة بيرفكت، ولا ميلي زايد ولا ميلي ناقص، المذيعة لازم مرسومة بالمسطرة، الممثلة، وكأنه بالحياة ما في يعني ما في الوان، ما في اشكال طبيعيه يعني قصدي. مشان هيك صرتي ما عم تشوفي، يعني عم تشوفي كثير ناس تشبه بعضها يعني. فكرتي شي مره مثلا تعملي شيء له علاقه بالتجميل بالوزن؟ ابدا. هلا انا بحاول عن طريق صديقه اخصائيه، يعني بحاول قد ما فيني انه نظبط القصص يعني، بس انه اعمل عمليه انا بشوفها لا يعني. بتخافي على صوتك او خاف على صوتي كثير، وكثير كثير يعني بقول بلكي كان في لها تاثيرات يعني. هو في انا بسمع يعني انه ممكن هيك، هو الجسم متعود على الصوت او يعني الحنجره متعوده على هي الطاقه من الجسم، الغناء متعود على هاي الطاقه من الجسم، هي الكتله، فهي الكتله تغيرت كليا خلال شهرين، فليرجع الصوت يتعود على الكتله الجديده بده عمر، عرفتي كيف؟ بده فتره يعني، بيرجع هو بس بده يمكن سنتين او ثلاثه او اربعه، فما بتخيل حالي انا ثلاث سنين او اربع سنين ما عم بقدر غني مثل ما انا بحب. بتتعرضي كثير للانتقاد؟ اكيد بيجيني كثير انتقادات، بيعلقوا تعليقات ما انا منيحه. شو بتعملي مع الباد كومنتس؟ والله انا صرت كنت بالاول انه ما اعطي اهتمام، صرت لا، صرت امحي التعليق واعمل بلوك. والله بحس حالي انه ليش ليرجع يمرق معي نفس الشخص، عرفتي؟ بتنزعجي بينك وبين حالك يعني، بجوز الواحد بيتضايق شوي، بقول خلص يعني هو بيرتاح وانا برتاح، عرفتي؟ ايه لا تعمل لي فولو خلص عرفتي. فانا صايره عن جديد لا، يعني هي السنه الاخيره كله عم بمحي واعمله بلوكات، قائمه البلوكات كبرت. إجا تعليقات سلبية على تحديداً مشاركتك بالحفل يلي كان على هامش انضمام القدود الحلبية وإدراجة بقائمة التراث اللامادي، التراث الإنساني العالمي من اليونسكو، منظمة اليونسكو. وكان بالحفل أسماء يعني مثل أستاذ صفوان العابد قام يعني من الأصوات الحلبية، وكان يعني في عدد من الأسماء أنا ما رح أذكر كرمال ما أكون غفلت اسم، أو لأنه قصدي مو المقارنة، بس الناس قالوا ولو ليندا بيطار لأنه ليندا غير لون، شو خاصة بالحفل؟ هلا أكيد بوجه لهم تحية للأسماء اللي كانوا بالحفلة وللفرقة الوطنية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، كان حفل جدا جميل وحدث كتير مهم وكتير ضخم. الحقيقة اقترحوا علي الموضوع أن يكون موجودة، وأنا يعني وقت اللي اقترحوا علي الأغاني إسا اللي أنا حغنيها، فأكتر أنه أوكي أنه قلت لهم أوكي أنا معكم، لأنه أنا غنيت أغاني بغنيها بحفلاتي مثل تحتي هودجها وهي حلو ولرسل سلامي لسالم وبعدين قالوا لي انه هي القدود حلبيه وانشهرت بحلب وفي اصوات بحلب كثير تبنتها، بس انه كمان حمص الى حصه، فقالوا لي اعتبري حالك ممثله عن حمص، فقلت لهم اكيد بتشرف. فهيك صارت القصه، واساس يكون معنا حدا من الصبايا بس ما بعرف يمكن ما كانت متواجده، بتخيل نادية منفوخ وجه لها تحيه. ضايقتي قبل الحفل؟ بتعرفي لا، اول شيء يعني انا كنت حاسه انه رح يصير ممكن هيك حكي، بس قلت لا لازم اطلع اعمل اللي علي مثل العاده، اقدم اللي علي بكل باكمل وجه يعني، وخلاص يعني بالاخير
بالاخير صرت اقول انه العالم شو ما عملت شو ما اي حدا يعني بتحسي في عالم ناطره لتنتقد بس يعني بجوز كانوا جابوا مثلا بنت من حلب بيقولوا هلا ما لقوا غير هي من حلب هيك عرفتي يعني فهيك في حاله ما انا منيحه على السوشيال ميديا يعني. بتحسي صح انه لك لون يعني مثل انه هذا الفنان هيك لونه او هيك بغني او هيك بتحسي هذا اطار هلا يمكن انا بين الاستاذ صفوان العابد والاساتذه اللي ذكرتيهم اكيد هن متعمقين بهذا اللون اكثر بس انا يمكن قدمت جانب نسائي في اغاني حتى شام يعني بالي معك بنعرف انه مرتبطه بالشام اكثر من فانه قدمت شيء يعني بيشبهني اكثر يعني بس انه اكيد استاذ صفوان يعني حدا مخضرم جدا بهذا اللون يعني هو شرف كثير كبير لي يكون معهم اكيد ومثل ما قلت لك انا فكرت بشغلي وبس واني اقدمه بطريقه منيحه يعني فينا نسمع لرسل سلامي لسالم هيك شوي يعني. منا هيك دندنة يعني حتى بدون فرقتنا الغالية أكيد فرقتنا الموسيقية بس لرسل سلامي لسالم ما حدا من العشق سالم ما حدا من العشق سالم واني عفراق ومتألم دلوني على حبيبي دلوني على حبيبي شكرا ليندا هلا هلا ليندا غزل الهوى مغازل وصفوا لي أمارة تعرفي شو يعني بحس انه نحن كمان واحده من الاشياء اللي جيلنا ما منيحه كانت انه شوي بلشت الكلمه يعني تتفرغ من معناها وصار كتير من الاغاني لحتى تنسمع ولحتى تكون كاتشي والناس قصدي يصيروا يدندنوها وحطوها ويصوروا ستوريات عليها ومدري شو فهي لازم يكون التيمبو صح وبده يكون الكلام يعني اي حاجه بتنجان ومدري شو هذول مغامره انه بدك تعملي اغنيه طيب ورحتي عملتي انه كلام هيك يعني بليفل معين ولحن بليفل معين وهذا خفتي ما تنسمع الغنيه خفتي انه ما تصير انه بين الناس متداوله هلا غزل الهوى هي كفر لداليدا رحمه المغنيه اللي كثير انشهرت بالتسعينات فأنا هاي المغنية كانت تبهرني بأغانيها فبوقتها كانوا كتير يحبوها العالم وجيت وقدي أعمل كفر لأغنية يمكن معروفة كانت عند الجيل القديم فأقول إنه بجوز الناس ترجع مثلاً إنه تقول إنه ما منعرفها أو هيك بس تفاعلوا معها بطريقة يعني حتى صاروا يفكروها لإلي يعني صرت إنه لا هاي مغنية اسمها داليدا رحمة وهلأ عملت لها مؤخراً يما يا يما مدري وشمالي يعني أنا كتير حدا بيحب تجربته بالغناء فلا أنا من كتر ما كنت حبها وهي ما فكرت يعني أنا حتى قال ما كل غنية بدي نزلها يعني بقول حتى لو الناس ما سمعتها أو مثلا ما أخذت صدى مثل اللازم بس المهم أنا أكون مقتنعة يعني أنا كون مقتنعة 100% وأنا رضيانة ودائما وقت ينقال اسم هاي الغنية أنا كون شايفة حالي بالشغل تبعها يعني قصدي الشهرة والانتشار كمان إلهم بحس بس اشتغلتي بصدق والله بيوصل للناس بيوصل عم تشوفي هذا الشيء مثلا تروحي بتعملي حفلة بمركز ثقافي أم بيجوا الصبايا بتصوروا معك أكيد. أو هيك أكيد. بيفرح هذا أكيد كتير بيفرح وكتير بنبسط إنه في أجيال صغيرة يعني عم بحكي 16 و17 سنة بتلاقيهم موجودين بالحفلات حافظين الأغاني فأنا دائما بقول إنه مشان ما نزلوا جيل جديد بيسمع كل شيء يعني وقت اللي بده يروح على حفلة يرقص بيروح وقت اللي بده يجي على الأوبرا بيجي بيسمع وبيكون حافظ الأغاني فبالعكس بشوفه مطلع على كتير قصص نسمع غزل الهوى مغازل يلا. أوكي
بحكي انتو انا عم يسألونا كيف من ضل شو بيحلانا نغني ما بيلتقى مرات عنا رغيف ونعيش بأطيب من الجنة تمرقي حفة الشبان هتركوا صبح ومساء مفتوح ولو ما عد تسألي شو غزل الهوى مغازل صفوا القمار قمار غزل الهوى مغازل صفوا القمار قمار كيف بدي غيرك غازل وبعرف انك بتغار غزل الهوى مغازل صفوني قمار قمار غزل الهوى مغازل صفوني قمار قمار كيف بدي غيرك غازل بعرف انك بتغار غزل الهوى سألوني يا ليل العاشقين غزل الهوى سألوني يا ليل العاشقين مين مخبى بعيوني يا عيون المساكين غيرك مين اللي ساكن ياللي مجرد المساكن بقلبك غيري نار قلبي شوق ونار كيف بدي غيرك غازل بعرف انك بتغار تسألني عن
صفولي قمار قمار، وكيف بدي غيرك غازل، بعرف انك بتغار غزل الهوى مغازل، صفولي قمار قمار غزل الهوى مغازل، صفولي قمار قمار كيف بدي غيرك غازل، بعرف انك بتغار. شكرا للأغنية. ليندا، لمين بتسمعي من الجيل الشباب؟ وبتسمعي underground وبتسمعي الاتجاهات الجديدة والراب والقصص اللي عم تنعمل هلا؟ ايه ايه اكيد بسمع كتير. بس بتسمعيهم بس شان تعرفيهم ولا في حدا بتسمعي؟ الحقيقة لا، يعني هذا الأنماط، يعني هاي الأنماط بسمع لها أطلع عليها ولا حتى أشوفه، بستمتع، هي بالأخير موسيقى، بس يعني أميل للمغنيات والمغنيين الشرقيين، يعني اللي بيغنوا شرقي، بحس حالي لهونيك أنا، يعني ميالة أكثر أكثر. بس قصدي أنا عم بحكي عن فرق عربية اليوم صارت تعمل، أخذت نمط يعني، أو الرب لا ما مو سفر يعني، لسفر يعني مسار إجباري مثلا، مثلا كتير فرق يعني، بوكلتوم، سينابتك، يعني أسماء ما بدي عد أسماء أنا بعملهم هذا، بس يعني سفر نوع جديد أو توزيع جديد سفر أكثر ما أنه هن بتحبي سفر. بحبهم إيه، لأنهم سوريين كتير. لأنه سوريين، وبحب يعني عملوا هيك كم قصة كم فكرة حلوين، يعني أنا بعرفهم عن قرب وبعرف قديش هن بيتعبوا لحتى وده تعبوا يعني. أصلاً يعني سفر ما جديدة، سفر قديمة، يعني سفر كتير قديمة وشادي طول الوقت بيخسر مصاري ويعني فيك أنه كل اللي حواليه بتخانقوا معه، بيحط مصاري تبع التمثيل ليعمل شيء للفرقة للمشروع صاحب مشروع عن جد، هاد صاحب عن جد مشروع. صاحب مشروع تماما، مش هيك يحترم جدا. بتفكري تعملي فرقة؟ لا لا، خلص بحس خلص يعني أخذت خطي أنا، يعني لو بدي قبل كنت مبلا أنا غني كتير مع فرق، في فرقة اسمها وجوه كنت معهم دائما مثل تخت شرقي، نعمل موشحات ونعمل عملت مثلا حفلات مع فرقة جاز السويسرية السورية، عملنا مثلا أغاني سورية موزعة جاز، يعني كتير فتت كتير بمجالات، بعتبرها كله هذا اكتساب خبرة، مشان هيك دائما بقولك بشجع طلابي لحتى يشتغلوا مع كل الأنماط ويغنوا كل شيء بعدين يلاقوا شخصيتهم ويمشوا فيها. أنت مع فكرة الهوية بالفن، يعني لازم قصدي تكون مثلا هذا فن سوري أو الفن ما له هوية وأعم من هيك؟ لكي انا حدا حاول مثلا يغني بغير لهجه ما بتزبط معي، يعني بحس انا حدا كثير بتعلق بالكلمه، يعني إيه؟ يعني انا اذا مو الكلمه كثير هيك قلب اخذت قلبي ما بقدر اغنيها، فاللي بياخذ قلبي دائما هي لهجتنا وهو كلامنا وهي هيك هي اللهجه كمان فانه فبحس انه انا اقرب لهون، يعني هو الفن اكيد ما له هويه معينه، هو فن عام، بس يمكن كل حدا اذا غنى بلهجته وهيك بتوصل اكثر. يعني ليندا مغرومه؟ مغرومه ما في موسيقي او مغني او مغنيه ما تكون مغرومه اجباري. عن جد قصة حب عاصفة أو هيك عادية؟ لا عاصفة والله جدا عاصفة جدا إيه عاصفة جدا إيه وبتحسي إنه يعني قدرانة تكوني بهالعاصفة اللي أنت فيها؟ يعني قدرانة إيه قدرانة، يعني هو الواحد بالأخير يعني بده يتحدى كرمال حياته وكرمال المكان اللي بيحس حاله في موجود ومدعوم، ويعني الحب عطاكي دفع بالكارير. هو انا قصدي عم اقول انه بس تشوفي حالك انت مدعومه على الصعيد النفسي والصعيد الفني، انه حدا عم يدعمك، اعملي اللي بدك يا ادمي لقدام انا حدك، فالواحد يعني اي حدا له علاقه بالموسيقى بحاجه لشخص يكون فهمانه من كل النواحي. يعني
طب بتجربي نهدي أغنية لل... لل... للحبيب الإكس اللي ما بنعرف اسمه؟ حنشوفك عروسة عن قريب؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله حتعملي هيك حفلة و... وعرس وهيك كبير. أكيد أكيد, و... أكيد. حبيت كثير. وانتي معزومة طبعا. عن جد؟ اوكي. اكيد. بغني له شو غني له؟ فيروز سهار بعد سهار. سهار بعد سهار. اوكي. لما بتغني شيء وبيكون ليندا لما تغني اكثر ما انه يعني طبعا العمر الطويل والمحبه والهيك كل شيء امنيات طيبه من هون من نص الشام للسيده فيروز العظيمه. اكيد دائما بقول نحن بنغني لنتعلم، ما بنغني، ما حدا بيقرب صوب هذا المكان العظيم مكان السيده فيروز.